ولا ترتيبك ولا حاجه خالص، لكن هي بطوله خاصه لوحدها، ليها طبعا شغل تاني خالص لوحده خالص. جماهيرك كلها مستنيه المباراه دي، ايوه ان دايما في صراع بين الاهلي والزمالك على طول، دي حاجه ابديه يعني، من زمان حتى من قبلنا وقبل اللي قبلنا قبل قبلنا. مهما يكون انت ترتيبك ايه في الدوري، ومهما يكون كسبان خسران، لا مباراه الزمالك يعني شئت ام ما بقيت بتتفصل خالص لوحدها، بقى حاجه لوحدها، بطوله لوحدها زي ما بيقولوا، لكن هي مالهاش تاثير. لكن مهم تكسبها، عندك وعند جماهيرك دي حاجه طبعا لوحدها خالص. طبعا مهم اول ماكس، مهم شكلك يبقى البطل، انت متحكم في كل حاجه يعني، ليها حسابات تانية خالص بعيد عن الدوري. تحس ان هي مباراه مالهاش دعوه بالدوري، هي طول عمرها كده. اوقات كتير قوي مثلا حاسمين الدوري، لكن تيجي اهلي وزمالك لا لا، الموضوع مختلف، بتفكر ازاي تكسب مباراه القمه بين الاهلي والزمالك. والسنه دي جايه في الاول، يهمك بقى الثلاث نقاط صح، ده المهم بقى يعني. هي عشان هي جايه في بدايه الدوري، فانت بتفكر تفكيرين، ثلاث نقاط مهمين قوي، وتكسب الزمالك اللي هي مباراه القمه لوحدها خالص. كويس، عايز تقول ايه؟ لا انا كنت عايز اسالك على اللي بيفكر فيه مستر موسيماني المباراه اللي جايه. هو نفس الفكر اللي انت بتقوله، كويس، ولكن التطبيق ازاي في الملعب؟ طبيع. يعني لو بنحط تشكيل للماتش الجاي مثلا، يعني مش تشكيل، ان لسه بدري على الموضوع ولا حاجه، لكن هو تخيل طريقه لعب. يعني انا متخيل هو يلعب 4-2-3-1 4-2-3-1 يلعب ولا يلعب لا. بعد عوده ديانج ممكن يلعب زي الماتش اللي فات، زي الماتش اللي فات، هتخش المشاكل اللي استضفتك النهارده. ما انا هقول لك بس حاجه كويس، التفوق بتاع نادي الزمالك ابتدي من نص الملعب والخط الامامي. كويس كويس، فانت عايز تقفل الحته دي، مش عايز زي ما كابتن شريف قال لك تفضل سايب المساحات ديت، وانت بتهاجم وسايب مساحات وراك، فهو عايز يقفل على مفاتيح لعب نادي الزمالك. كويس، اكيد 4-3-3 بالظبط كده. فممكن يكون وجهه نظره مثلا من النهارده بيفكر ان هو هيقفل الحته دي. طيب 4-3-3 هي الطريقه الانسب. ومين الثلاثه اللي قدام؟ ما اختار اقوى عناصر بالنسبه له على اقولهم لي. طيب انا اقول لك الثلاثه اللي قدام، اتفضلوا. هيلعب بنفس الطريقه بتاعت ماتش الاسماعيلي اللي هي ايه؟ 4-3-3 وفي محمد مجدي قفشه، وعلى اليمين بيرسي تاو، وعلى الشمال ميكسون بطريقه الاسماعيلي. ايوه، لكن مش بالشوط الاول بتاع النهارده. لا لا، بقول لك ماتش الاسماعيلي. هو الاسماعيلي هو الزمالك؟ لا كويس، هو الزمالك. انت بتتكلم على الخصم يعني الزمالك. انا بتكلم على يبقى موجود. بتكلمش. لا ما بتكلمش خالص، انا رافض يعني. مش محمد شريف بعد النهارده؟ انا رافض موجود. انا رافض ان انا العب بالثلاثه دول، انا رافض. انا كويس. بقول الاسماعيلي مش الزمالك، مش ماشي. البنك الاهلي. برافو. كويس كويس، لما باجي بحط طريقه لعب انا دايما عيني على المنافس. المنافس اسمه الزمالك، كل احترام ليه، لان عنده عناصر مؤثره كتيره جدا. النهارده المشكله اللي صادفتك النهارده وما للاسف ما عرفتش تلاقي حل، ايه؟ ان لما البنك الاهلي قفل الاطراف بتاعتك كويس. كويس، انت بقت عندك مشكله انك مش لاقي الحل، لانك الحلول دايما كانت بتيجي من نص الملعب. نص الملعب النهارده بتاعك مش قادر يسعفك حتى يلاقي لك الحل. الحل حصل من دكه البدلاء محمد شريف. كويس كويس، فهل الطبيعي اصل 4-3-3 دي انت بتضحي بمحمد مجدي، ما ظهرش في الاسماعيلي. أيوة. لان الاسماعيلي ساب لك مساحات وما فيش رقابه وكل حاجه انت كنت تتمناها لقيتها في المباراه دي. لكن لما هتلاقي حد هيقفل عليك وهيلعبك على نقاط القوه والضعف بتاعتك انت. أيوة. انت نقاط قوتك في المباراه دي محمد مجدي في قلب الملعب. بس خلي بالك كابتن، ماتشات الاهلي والزمالك فيها مساحات، يبقى انت عايز حد يستغل المساحات. صح، يبقى انا بتكلم صح، انت عايز حد يستغل المساحات. والزمالك انت عايز شريف، انت عايز محمد شريف ده اساسي. مش حد يقول لي ولا بيرسي تاو ولا مكسوني ولا حد. انا من وجهه نظري محمد شريف هو الاساسي بتاعك النهارده، راس حربه الزمالك محمد شريف. مين اللي جنبه او الاثنين او التشكيله ايه، لسه هو يشوفها. لكن في اساسيات عندك، اساسيات انك ازاي تخلي محمد مجدي دايما في نص الملعب، خصوصا في الثلث الاخير، يلعب بالطريقه اللي احنا كلنا متفقين عليها. اللي انت بتفضل محمد مجدي، انت بتفضل كده بالاسلوب دوت 4-2-3-1. ما مش عيب، ما دي طريقتي. هو انا لو انا ما لعبتش 4-3-3 بدات بيها الدوري كنت هلعب ايه؟
مع الزمالك 4-2-3-1 الفريق المباراة اللي بكسب بيها على طول والطريقه اللي بتريح معظم لعيبتي والطريقه اللي كسبت بيها النهارده. انت النهارده ما كسبتش غير لما غير طريقتك 4-2-3-1 انك لقيت مساحات، لقيت مهاجم زي محمد شريف بيعرف يتحرك، عنده سرعه كويسه قوي، المساحات بتاعته بالنسبه له ممتازه، بيعمل فولو على كل كره بتتشاط. انت بتدور على النوعيه دي، مش بتدور على نوعيه ان حد يستعمل اطراف او حد يبقى حر في الحركه. في مباريات دايما ما تنفعش كده، لانك انت ما انت هتلاعب الزمالك طبعا، كل احترام اكيد لنادي الزمالك، نادي كبير طبعا، فهتحترم تفكير المدير الفني كمان ان هو درسك كويس قوي. في نادي في العالم ما يعرفش النادي ان المنافسه لعبه ازاي؟ لا كله عارف خلاص، كتاب انت كتاب مفتوح بالنسبه لي، بس هو اللي بيحصل ايه؟ الفيصل ايه؟ ادائك في الملعب، شكلك. يعني النهارده لو انت شكلك مختلف في الشوط الاول مع البنك الاهلي كويس؟ بنفس الطريقه اللي لعبت بيها اعتقد ان انت كنت هتكمل بالطريقه دي. كويس معايا يا ايمن؟ كنت هكمل بالطريقه دي. لكن انت النهارده لما شفت الطريقه بالظبط، النهارده في بعض الاخطاء يا عادل ظهرت كتير قوي في الطريقه. ايوه منها ويمكن ده خطا محمد مجدي عمله، ممكن مش قاصد. ده طبعا كابتن شريف. بمناسبه ان انت بتتكلم عن محمد شريف وبتفضل ان هو يبتدي ماتش الزمالك، ده لازم يبتدي على فكره، مش بفضل. هو لعب 35 دقيقه طبعا، جايب هدف، تصويب على المرمى 2 من 3، تمريرات صحيحه 5 من 7، التحامات هوائيه 1 من 1. يعني انت بتتكلم على فتره لعب 35 دقيقه ولكن ويش. كلها ايجابيات. حلو، انا مش جاي اقيم محمد شريف ال 35 دقيقه. لا طبعا ما انا عارف محمد شريف ال 35 دقيقه دول دي مميزاته،